لو سمحت معايا جوزي انا توفى رحمة الله عليه. في نص رمضان، نص رمضان تعبان ونص الثاني توفى فيه. طيب حاضر. ولما جاوا يغسلوه سعادتك هم انا بيغسلوه، الريحه اللي طلعت مني بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله. يعني ريحه بيجي يقولوا ايل كاني ماسك واكتر من الماسك. الله أكبر. أنت والله راضية عنه يا حاجة؟ نعم راضية عنه؟ انا راضي عنه لغايه الان، مولانا ما بص الارض اللي هو ماشي عليها أنت والماء عشت والجاهل. معاه كم سنة؟ ما عشت معاه 9 سنين 9 سنين وراضية عنه؟ وراضي عنه في الدنيا وفي الاخره ولغايه ما يجيله. إيه سؤالك؟ ربنا يديك العمر والصحة. إيه سؤالك يا أمي؟ سؤالي هو غسلوه، بعد ما غسلوه رايحين يدفنوه، نعم هم اللي بيدفنوه كحت القبر لمؤاخذة، وجو بيحطوه في القبر راحت اتنطرت عقربين. اتنطرت ايه؟ العقربين لا مش سامع. عقربتين طيب ماشي. ها اتنطروا من القبر. طيب اي معنى العقربين طيب مولانا حاضر يا حاضر يا حاضر طب يا والكفن بتاعه مولانا قاعد يطلع 7 ايام وهو قاعد في المجنة، ما حدش قادر يروح يتلفاه. حاضر نعم ده رد عليه والنبي لو حاضر سمحت حاضر يا طمني. حاضر يا حاضر يا حاضر يا خلينا نسمع كده الحاجة صافية، أو الحاجة صافية قالت إيه؟ قالت إن زوجها توفى وسألتها أنت راضي عنه ولا لأ؟ إيه السؤال؟ إيه حكمة السؤال؟ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث فيما معناه احفظه قوي، يقول إن الراجل، طبعا الراجل أو الست، لما يموت وشهد له 4 من جيرانه الأدنيين، الأقرب 4 جيران، خلي بالك شاهدوا لي، فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ قد قبلت شهادتكم فيما تعلمون وغفرت له ما بيني وبينه وما لا تعلمون. شوف الجمال. فانت متخيل ان اقرب جار ليك زوجتك واقرب جار ليك زوجك. متخيله الست دلوقتي وبتقول لك ببوس الارض اللي ماشي عليها لحد ما اروح له، ربنا يديها العمر والصحه ويرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناتي. متخيلة الست دي لما تقف يوم القيامة وتقول له يا رب إن هذا أكرمني في الدنيا، أطعمني وسقاني وتبسم في وجهي، وما غبنني يوما وما ظلمني يوما، يا رب أنا الأضعف الذي وصى بي نبيك صلى الله عليه وسلم، يا رب أنا وصية نبيك في آخر حياته وهذا الرجل أكرم نبيك فيه فاستوصى بي خيرا. متخيلين كلمتها دي قدام ربنا عاملة إزاي؟ علشان كده يا رجالة وانتوا بتحفظوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. احفظوا إن دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، إن دي نفسك، إن دي اللي ربنا وصاك عليها في الدنيا واللي هي هتكرمك في الآخرة، دي اللي هتكون سيدة الحور العين. أنت هتموت على الحور العين وعمال تعمل حج وعمرة وصدقات عشان الحور العين اللي هم سمع عنهم في القرآن، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أو الحر العين دول يبقوا خدامين لمراتك لو كانت طائعة ليك ولو أنت كنت محب ليها، لأنها تبقى سيدة الحور العين في الجنة. الله أكبر، هتبقى سيدة الحور العين بتوعك في الجنة. يا أم شهد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أمي. لو سمحت شيخ محمد أنا متجوزة. علي صوتك يا أم شهد. التليفون راح فين يا سيدي أحمد؟ يا سيدي أحمد. طيب ترجع معلش يا أم شهد، ارجعي كلمينا معلش لطاقة التليفونات، بس التليفونات بتقع سامحونا. طيب يبقى ارجع بيك تاني. طيب قصة بقى محدش راضي يتلافى الكفن، كفن لمواد، وقت ما يجي ميعاده هيجي. قصة العقرب ولا تدل بشيء خالص، سيبنا من الافلام السينمائية اللي عايشين بيها خالص،
القبور كلها جيفة وميتة، ومعلوم ان الحشرات وسائر الزواحف بتنتشر في الاماكن دي، انما النعيم والعذاب ده بيد الواحد الاحد الذي اكرمته في الدنيا بالاقبال على طاعته وبالبعد عن معاصيه، فربنا يجنبك كل شيء. لانه خد بالك انت نايم كده وجنبك واحد نايم كده، ده بيعذب وده بينعم، ايه القصه؟ زي اللي نايم، اتنين نايمين جنب بعض اخوات، واحد بيشوف كابوس وواحد بيشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وواحد بيشوف انه هو بيولع والتاني شايف انه هو في الحرم بيقرأ القرآن. فكذلك النعيم والعذاب، فملهاش علاقة خالص يا ستي صفية، ولكن ابشري برضاك عنه يدخل الجنة ويغفر الله.